بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجد الآن بساحة تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث حضر عدد من المواطنين للتعبير عن غضبهم بما أدلى به بان كي مون جراء قضيتنا الوطنية. نترككم مع التصريحات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا طه صاحب الرسالة. لا جدال لا نقاش لا غبار في أن الصحراء ستظل في مغربها والمغرب سيظل في صحرائه. نحن كفنانين كمثقفين نشجب هذا التصريح اللامسؤول ديال السيد بان كي مون. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن ينافي الحقيقة التاريخية، يريد أن يحيد عن حقنا المشروع في وطننا. الصحراء هي جزء من وطننا. نحن كمثقفين كفنانين لا جدال أننا سنظل تحت لوائنا الخالد الله الوطن الملك بما تشمله هذه يشمله هذا الشعار من عمق ونبل في الوحدة المغربية من طنجة للقويرة. تحياتي. نستنكر ونرفض وندين الخرجات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة الذي زاغ عن الحياد المطلوب منه كمسؤول أممي وتبنى الأطروحات ديال أعداء الوحدة الترابية. هنا جينا اليوم باش نعبروا على الرفض ديالنا القاطع لمثل هذه الخرجات التي لا تساهم في إيجاد حل توافقي يقبله الجميع. السلام عليكم. حنا بالنسبة كمغاربة مقيمين بالمهجر كنحتجوا كندعوا على الشيء اللي جا على لسان المدعو بان كي مون، وكنأكدوا أننا كمغاربة من طنجة حتى القويرة صحراء كانت وتكون وستكون مغربية، والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. ما كنحتاجوش أن شي واحد يعطينا الرأي ديالنا في بلادنا. بلادنا الحمد لله ذات سيادة، والله ينصر سيدنا وصحراء مغربية. باسمي وباسم الجالية المغربية المقيمة بباريس جئنا هنا لنندد بالتصريحات المسيئه للوحده المغربيه، وحنا جينا هنايا باش نعبروا عن انتمائنا وارتباطنا بالصحراء المغربيه. وصراحه شيء يثلج الصدر لما نشوف هذه الجاليه المغربيه هنا ملتفه حول الملك محمد السادس نصره الله، وان شاء الله ستبقى الصحراء المغربيه الى الابد. السلام عليكم. En tant que représentant de l'association la JDSM, l'association des jeunes défenseurs du Sahara marocain, nous sommes ici aujourd'hui pour réagir aux propos de M. Ban Ki-moon, qui a manqué à sa neutralité et son impartialité, qui font partie des principes de base de l'ONU. Donc nous sommes là aussi pour montrer à quel point les MRE marocains résidant à l'étranger, suite aux manifestations qui étaient organisées à Rabat, pour montrer que nous sommes là, que nous sommes attachés à notre mère patrie, pardon, qui est le Maroc. Et voilà, donc merci de votre venue aussi. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على الحضور ديالكم. كما تشوفوا الحمد لله الجاليه المغربيه لدات النداء ديالنا. حنا لجنه المنظمه كجاليه مغربيه، حنا الاجساد ديالنا بعيده عن الوطن، ولكن القلوب ديالنا واي قضيه تشمس الوطن تشمسنا. الحمد لله كما تشوفوا الجاليه لبات النداء ديال باش تندد بديكلاراسيون اللي دار الامين العام ديال الامم المتحده اللي ما خداش نورمالمون الحياد، نورمالمون خاصو يكون محايد. دونك داكشي اللي ما دارش. دونك سنطالبوا بان الامم المتحده تقدم اعتذار للمغرب في القضيه ديال الصحراء المغربيه. ودونك هنا الناس الجاليه المغربيه تيطالبوا بالاعتذار، وكما شفتوا انتم تبارك الله الناس جايين. دونك دابا حنا كنا تنتوقعوا واحد 300 بيرسون، مي تبارك الله رانا ديباسي هذا، ومن الفنانين جاوا والحمد لله. الفكره كيفاش جات مش شفنا في التلفازه المسيره اللي تبارك الله داس في الرباط، حركات فينا الشعور حتى حنايا ديال الوطنيه، والحمد لله نظمنا واخا في ظرف اسبوع. كان سي فري كان الوقت شويه ضيق، ولكن الحمد لله تمكنا باش نديروا مسيره، باش نديروا وقفه في المستمع. وكما تشوفوها انتم نخلي لكم الحمد لله كل شيء غادي هو هذاك. وحنا هنا ايضا باش نبينوا للعالم باسره بان المغرب من الشمال من طنجة للقويرة، وبأن الصحراء المغربية وراء ملك وشعب، وغادي يمشيو جوسكوبو حتى آخر حبة في الصحراء المغربية ديال الرمل في الصحراء المغربية. الصحراء المغربية وراءها شعب
ومالك. لذلك فنحن هنا الجالية المغربية ستدافع وستبقى تدافع على الأرض الوطن إلى أجل مسمى. أن يرى إن شاء الله الأرض ومن عليها خلاها صعب سيدنا. أنا سمعت بل كاينة وقفة احتجاجية في باريس، ضربت 50 كيلومتر باش نوصل، هزيت طوموبيلتي وجيت. المهم الصحراء مغربية وغادي تبقى مغربية، والمغرب ديالنا نفديوه بالروح وبالدم. ملكنا واحد واحد من السادس، 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 ملكنا واحد. الصحراء صحرة المغرب، والمغرب هذيك صحرته، واولاد اولاد الصحراء هم اللي واقفين اليوم هنا تيان ضد هذا اللي قالت الامم المتحده والله ممثلها. احنا ما قابلين نقولوا ولا الناس سامعينه منه. ويحيى الملك.